ازيكم يا شباب؟ انا متحمس جدا للفيديو ده، بحب انا الحاجات اللي فيها فلسفه وافكار عميقه والجو ده. بس قبل ما نبدا عايز اقول تنويه مهم، انا مسلم مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى، والفيديو ده غرضه الوحيد هو المعرفه، اني اشارك حاجه عرفتها معاكم، مش ترويج لفلسفه معينه او فكر معاكس للتوحيد. قبل ما انهي طبعا التنويه، فشايفك يا اللي بتقول الحاجه اللي انت عايز تشاركها معانا دي ملهاش اي 30 لازمه، هرد واقول لك انها ممكن فعلا ما تكونش ليها لازمه بالنسبه لك، بس غيرك مهتم يعرفها. ده غير ان يكون معاك المعرفة اصلا ده سلاح بيزود ايمانك وبيديك القدرة على الرد على اي حد بيناقشك في عقيدتك. الجهل عمره ما كان سلاح، وخوفك من افكار غيرك لا تأثر عليك معناها ان انت ضعيف الايمان ومحتاج تقوي ايمانك شوية بربنا. طيب نقفل التنويه على كده ونخش في موضوع الفيديو. من اكتر الافلام اللي انا بعشقها الدي سي هو فيلم فرقة العدالة ازمة ما بين ارضين. الفيلم ده باختصار بيقول ان في كون موازي للارض اللي فيها الجاستس ليج، في الكون ده الابطال هم الاشرار والاشرار هم الابطال، بمعنى نسخة سوبرمان في العالم ده اسمه الترا مان، دي نسخة شريرة، نسخة باتمان هو اول مان برضو شرير، نسخة وندر وومن هي سوبر وومن شريرة، وهكذا. في العالم ده الفريق بتاعهم مسموش فرقة العدالة، اسمه كرايم سينديكيت، وغرضه الوحيد هو حكم الارض بالكامل وتحقيق الثروة على حساب الناس عشان يحكموا الارض بنجاح ومن غير معارضة. اول مان اخترع قنبلة قادرة على تدمير الارض بالكامل، وهدد بيها الرئيس انه لو ما استسلمش هيفجر الارض. في العالم ده ليكس لوثر هو البطل، وبيروح للكون الموازي اللي فيه فرقة العدالة وبيجيبهم الارض بتاعته وبيهزموا فريق الكرايم سينديكيت، وده يعتبر يا معلم ملخص للفيلم كامل. طيب الحاجة اللي خبها اول مان عن فرقته مش انه اخترع قنبلة عشان يهدد الرئيس، لا ده اخترع قنبلة عشان غرضه الوحيد هو تدمير كل الاكوان الموازية. وهنا يا معلم بنخش في فلسفة العدمية والسينيكزم او الفلسفة التشاؤمية. العدمية باختصار هي الايمان باللا شيء، يعني مفيش حاجة مهمة، مفيش قيم أو قواعد، مفيش خالق أو إله، استغفر الله العظيم، كل حاجة حصلت وبتحصل بلا قيمة، وعشان هي بلا قيمة مفيش حرفيا هدف من حياتنا، لأن كده كده مصيرنا الموت ونهاية الكون بالكامل. زي ما جينا للعدم هنروح للعدم، فليه ندي الحياة قيمة ونعيش بقواعد معينة فرضها علينا الدين أو القانون؟ ده مبدأ العدمية باختصار. طيب إيه هي بقى الفلسفة التشاؤمية؟ ده مذهب مؤمن إن مفيش خير في البشر، إن البشر بطبيعتهم اشرار واي خير بيعملوه ناقص، اننا برضو كبشر بنسعى لخدمه ذاتنا، انانيين بطبعنا، وجودنا في حد ذاته شر لكل اللي حوالينا. مذهب بيستحقر رغبات الانسان وشهوته للجنس والمال والشهره والنفوذ، ومؤمن ان مفيش حاجه اسمها سعاده دائمه، طول ما احنا بشر هنفضل عندنا رغبات تخلينا اشرار. حلو، ايه علاقه الاثنين دول بالفيلم؟ الاثنين دول هم اساس عقيده اول مان. في عالمه اول مان هو توماس وين، الاخ الاكبر لبروس وين باتمان بتاعنا. ابوه وامه كانوا ولاد كلب فاسدين اشرار رؤساء عصابه وقتله، فتوماس وبروس خططوا انهم يقتلوهم. في الوقت اللي توماس خلاص كان هيقتل امه وابوه، بروس اتردد غير رايه، حاول يمنعه من انه يقتلهم، اتدخل عشان يوقفه. هنا بيظهر الفرد اللي بيقتل ابو وام توماس وبيقتل كمان بروس، بيساعد توماس انه يخفي جريمته وبيسلمه شركه اهله وثروتهم عشان يكبر ويتحول لاول مان، اسوأ اشرار جوثام وأفسد سدهم وبيحكمها بالحديدة والنار. يعني من الاخر توماس وين اتربى وشاف اقرب ناس ليه اللي هم ابوه وامه فسد بطبعهم اشرار، شاف كل اللي حواليه بيجروا ورا مصلحتهم، كلهم قتلة، كلهم ما يستحقوش الحياة. وهنا بقى معلم اتكون عنده فلسفة التشاؤم. امتى بقى تحول للعدمية؟ اثناء فيلم ازمة ما بين ارضين، اول مان بيكتشف لاول مرة بوجود الاكوان الموازية، ومعاها بيكتشف حاجة بتهز كيانه بالكامل، ان الارض اللي هو فيها دي مجرد نسخة من عدد لا نهائي من الاراضي المختلفة، كل اختيار بياخده الانسان بيكون عالم مختلف حرفيا. يعني كمثال لو انت قمت دلوقتي وقررت تلبس هدومك كلها، بس وقفت قدام الجزمة بتاعتك ومش عارف هل تربطها ولا الوقت متأخر ولازم تنزل وتربطها تحت مثلا على السلم او في الشارع، في اللحظة اللي بتختار فيها بيتكون عالمين، عالم بتربط فيه جزمتك وبتتأخر عن ميعادك، وعالم تاني فعلا بتستنى لما تنزل الشارع وتوقف اوبر مثلا وبتربط فيه الجزمة جوه اوبر. مثال تاني ليه؟ عشان لو ما فهمتش ده، لو انت دلوقتي قدامك طبق رز ومعلقه ومتردد تاكل بايدك اليمين ولا بايدك الشمال، في اللحظه اللي بتختار فيها بيتكون عالمين، عالم بتاكل فيه بايدك اليمين وعالم بتاكل بايدك الشمال. يعني من الاخر اي اختيار بتاخده ملوش اي قيمه، لان في نسخه منك خدت الاختيار التاني، مفيش حاجه بتعملها ليها هدف، وده اللي اكتشفه اول مان. واكتشف كمان ان في ارض واحده سماها الارض الرئيسيه او البرايم ايرث، هي اللي بدات حوار الاكوان الموازيه، الارض دي اللي اتقسم منها كل العوالم دي، ولو دمر الارض
دي هيدمر كل الاكوان الموازيه، كل اللي عايشه وكل اللي هيعيشه. لما راح البرايم ايرث لقاها متدمره، الكوكب نفسه خارج مداره، جهز قنبله عشان يدمرها وينهي كل حاجه. وهنا بيتفاجئ بباتمان اللي جه عشان يوقفه، وبيدور بينهم اعظم نقاش ممكن تسمعه. اول مان بيبص لباتمان وبيقول له شايف الارض اللي احنا واقفين عليها اتدمرت ازاي؟ انت اكيد عارف السبب، عارف ان الانسان هو اللي عمل كده. Man is a cancer. الجنس البشري سرطان يجب اقتلاعه. طول ما الجنس ده موجود طول ما العوالم اللانهائية هتعاني. دي يا معلم فلسفته التشاؤمية. بعدها على طول بيتحول للعدمية وبيقول Here we're poor. We're slaves. Here the world ended in nuclear war. كده كده مش مهم، واحنا بنتخانق دلوقتي في نسخ مننا متصاحبين، في نسخه مني ما اتخلقتش اصلا لان ابويا وامي ما اتجوزوش. مفيش هدف للي بيحصل، الانسان اتوجد ومعاه وهم حريه الاراده، فاكر انه بيقدر يختار بجد، ما يعرفش انه بينفذ كل الاختيارات بدون وعي. وعشان عجرفه الانسان وغروره اندمجوا مع حريه الاراده، ده خلاه يخلق فوضى ويؤذي كل اللي حواليه. اسمع بقى يا معلم باتمان رد عليه وقال له ايه. Insane. انت مجنون وبتضحك على نفسك. دي فكرت فيها لقيت تفسيرها حاجة واحدة بس، طالما مفيش حاجة مهمة ليه تقتل المليارات من البشر والكائنات الحية عبر كل الاكوان؟ ايه الهدف اللي هتوصله من ده؟ وكونك اصلا بتختار انك تعمل ده فانت بتثبت فلسفتك التشاؤمية اللي انت بتقول عليها على باقي البشر اللي انت شرير زيهم، بتثبت ان فعلا الطبيعة البشرية فاسدة وبتسعى ورا شهواتها ورغباتها. ده غير انه مش حل اصلا، طالما كده كده في نسخ منك بتعمل عكس اللي بتعمله، ما تركز في اللي بتعمله في عالمك وتعيش حياتك زي ما انت عايز لغاية ما تموت. الاحسن تعيش مبسوط وانت عارف ان مفيش حاجة مهمة، ولا انك تفضل تعاني بسبب معرفتك دي وتتهوز بالفلسفة لغاية ما حياتك كاملة تضيع. بعدها بيتخانقوا مع بعض وباتمان بينتصر عليه، وقبل ما القنبلة بتنفجر باتمان بينقله لعالم تاني عشان يموت لوحده. وفي اللحظة اللي بينقله فيها بيقول له جملة عظيمة جدا يا اخوانا وايقونية بالنسبة لي. We both looked into the abyss. When it looked back at us. You blinked. احنا الاتنين نظرنا للهاوية وعندما حدقت بنا انت رمشت. بمعنى احنا الاتنين بصينا لشر الانسان، احنا الاتنين ماضينا مؤمن، احنا الاتنين شفنا اهلنا بيموتوا قدام عينينا، شفنا قد ايه الانسان ممكن يكون سادي وظالم وقاسي وشرير. بس الفرق ما بيني وما بينك اني ما رمشتش، اني ما تهزتش، اني كنت قوي كفايه عشان اؤمن زي ما في خير في شر ولازم اقوم بدوري واواجه الشر ده. اما انت فرمشت، اتهزيت، عقلك اختل، الحقيقه ما قدرتش تتحملها ولا تتعايش معاها، فقررت عشان تريح نفسك من عذاب انك تتمادى لغاية ما وصل بيك الحال انك بتبرر جريمتك بفلسفتك العدمية دي، ان حرفيا مفيش حاجة مهمة، اكن الفلسفة دي هتريح ضميرك بعد الجرائم البشعة اللي انت عملتها في حياتك. المشكلة ان فعلا في اخر الفيلم اول ما اول مان راح لكوكب مهجور كان في ايده يوقف القنبلة قبل ما تنفجر، ولكنه فضل محافظ على عقدته للنهاية، بصلها وابتسم وقال مش مهم. It doesn't matter. والقنبلة بتنفجر وبيموت مع الكوكب اللي اتنفى فيه. مش مهم هنا معناها انه تقبل مصيره، لا معناها انه ادرك الحقيقة. في الوقت اللي باتمان فيه كان بيحاول يقنعه انه ما يدمرش القنبلة على البرايم ايرث، اكتشف انه حرفيا معاه الاختيار يوقفها او يدمرها. ومن هنا بيتخلق عالم موازي، عالم بيدمر فيه القنبلة وعالم بيفشل في تدميرها، بس العالمين مش في البرايم ايرث، العالمين في كوكبين مشابهين للبرايم ايرث، لان كونه بس فكر يختار ده خلاص لا ينتقل من البرايم ايرث لكون موازي. يعني حرفيا في كل الاحوال كان هيفشل في انه يدمر الاكوان الموازية حتى لو القنبلة انفجرت. فلما ادرك الحقيقة قال مش مهم. ده تفسيري اللي قاله، ده تقريبا قريب لتفسير كاتب الفيلم ده على حد علمي لو انا فاكر صح. او ممكن يكون هو قال مش مهم بمعنى انه مؤمن بعقيدته ان فعلا مفيش حاجة مهمة وتقبل انه اتهزم من باتمان عادي جدا. حرفيا كتابة الفيلم ده تقوم تسقف لها كده من العظمة يا اخوانا، تقوم ترفع القبعة لعبقرية الفيلم ودمج الفلسفة بقصة خيالية عشان يطلع لك سيناريو وحوار فوق العظمة. هكررها تاني، افلام دي سي الانيميشن من افضل الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فن يدرس كده وفلسفتها وقصصها توازي او تناطح قصص الانمي. اتفرجوا على الفيلم يا اخوانا ومش هتندموا، ولو شفتوه شوفوه تاني عادي، الفيلم حلو اصلا. بس لازم طبعا تحط في دماغك ان كل المذاهب والفلسفات دي بطيخ ومفيش حاجة اسمها عدمية وانها اصلا ضد المنطق مش الدين بس، وممكن اغي في الموضوع ده كتير جدا. اهم حاجة لما تقرأ او تتفرج على حاجة بتعرض افكار عكس عقيدتك فان
فانصحك الاول انك تتثقف في دينك قبل ما تعرض نفسك على افكار وثقافات غيرك، لان الحمد لله ديننا مش محتاج ندافع عنه، ديننا قوي بما فيه الكفاية انه يكون زي السد المانيع يقف قدام اي فكرة او معتقد مخالف ويبين لك قد ايه مليان شوايب وعيوب. بس كده يا معلم، خلصت حلقتنا. على كده قول لي انت رايك في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، تفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. بيس.